موجز لأبرز تطورات من العربية، أهلا بكم. في أول مناظرة رئاسية بينهما دونالد ترامب وكاميلا هاريس، يتبادلان الاتهامات في ملف الاقتصاد والهجرة والقضايا الدولية، والمرشحان يعلنان انتصارهما في المناظرة. ترامب وصف هاريس بأنها ماركسية وأن انتخابها سيكون نهاية لأمريكا. في المقابل استحضرت هاريس أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول واتهمت ترامب بأنه سبب في هذه الأحداث وأنه ما يزال يتحدث عن حمام دم جديد إذا خسر الانتخابات. ترامب اتهم هاريس بأنها تكره إسرائيل واعتبر أن إسرائيل ستزول خلال عامين إذا أصبحت هاريس رئيسة، لترد عليه بالقول إن اتهامها بكره إسرائيل غير صحيح على الإطلاق، مشددة على أنها دعمت إسرائيل طوال حياتها ومسيرتها المهنية. وفي استطلاع لشبكة CNN عقب المناظرة، تفوقت هاريس على ترامب بنسبة 63% مقابل 37 فقط من المشاهدين يعتقدون أن ترامب هو الذي فاز بالمناظرة. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة 7 بتحطم مروحية عسكرية في رفح كانت في مهمة إخلاء جند مصاب، كما أكد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب التحطم لم يكن بسبب نيران معادية. إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي يطلق النار على منفذ العملية. في أول زيارة خارجية له، الرئيس الإيراني يصل العراق وأمن الحدود والعلاقات الثنائية في صدارة المباحثات. بايدن يقول إن الإدارة الأمريكية تعمل على السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى، وكييف تعلن إسقاط 20 من أصل 25 مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.